في شغل تاني كمان حاب أقولها، اللي بيوصل لهون كون معلم المصلحة. إذا إجا واحد عرض عليك قال لك تعال نفتح بزنس مع بعض وتعال كذا، فتت بزنس، أنت مش مجبور تقعد تعلم أسرارك اللي ضليتك 20 سنة اللي عرفتهم، لا تروح تبق كل أسرارك بيوم وليلة تتعلمهم لشخص جديد عرفته. لأنه إذا أنت علمت واستغنيت عن، مش استغنيت، هلا أنت عن حسن نية علمت، هلا هذا اللي أنت علمته مين ما كان يكون، مين ما كان يكون حيزتك بعد ما يتعلم منك. فأنت ما تعطي أسرار شغلك، شغلك عم بحكي كشغل أنا كمصلحة، ما تأمن لحدا. هاي غربة، غربة وسخة، ما تأمن، خلي أسرارك لإلك اللي أنت عانيت لتعلمت فيهن. بده يعرف مثلا سير قال له هاي مثلا بدك تدفع لي 10,000 دولار عليها لعلمك اياها كيف هي لتنعمل. هيك المنطق هون، لانه هون الهاي والباي بعد شوي حصير ب5 دولار ب10 دولار. الحياة كتير هون غريبة، يعني كبان عرب، يعني عرفت شو قصدي؟ ما انا ككندية ما لي علاقة فيهم، انا بحكي كعرب بالغربة. فاللي جاي لهون صاحب مصلحة ما تعطي اسرارك، اسرارك انت ضليت طول عمرك لتعلمتهم، تيجي لتعلم واحد لو بيصلي لك وبيحكيك بالدين وبشغل وبيعمل لك فيها شيخ سداسي قدامك طنش. كل واحد دينه بينه وبين ربه، ما تلحق واحد اذا شفته انه متدين توثق فيه، ما توثق بحدا يا صديقي اللي عم يسمعنا، حتى اللي عم تسمعنا. اسراركم خليها لإلكم، عانيتوا انتوا لتعلمتوا، تيجوا تعطوا واحد على شربة المي اللي تعلمتوه، لانه بعد والله بعد ما يعرف الشيء بي بي بيعملكوا كنسل من الشغل كله، لانه خلص وصل للشيء اللي بده اياه، شو بعد بده فيكم؟ ما توسعوا كتير هون، العواطف كبوها هون، انسى شيء اسمه عواطف، احترم العالم، ما بقول لك ما تحترم، بس لا توسع كتير. غربة هاي، يعطيكم العافية.